يا اخوان نحثكم على التبرع في وقف مكة المكرمة. جمعية رؤوم 300 ريال تكفي اليتيم مدى الحياة. مثل ما قال مشعل هذه تجارة مع الله، تجارة غير خاسرة. تفضل مشعل. عادي ما في فرق بيني وبين بسام. التجارة اللي تكلمت عنها انا وجاء بعدي بسام واخذها وانا برجع اعيدها، تجارتك مع الله في رصيد يبقى لك وطريق لك الى الجنة الا وهي الصلاة.